نفسي اغلى دكتوره ونزاب احمل بلد. انا اصلا نفسي اخش في الجيش عشان ابقى دكتور واشفي الناس. اطلع ضابط. يعني اطلع ضابط؟ مفيش حاجه ما اعرفش بالظبط. عايزه اطلع محاسبه. اتعلمت اقرا واكتب وحساب انجليزي والعربي والحساب انجليزي وبرسم وحاجات. بذاكر انجليزي وعربي وحساب. بتعلم كمبيوتر. يعني قابلني يافطه اقراها، يقابلني شارع عارف انا ماشي فين. يعني ده الهدف. مش عارف يعني انني هاخد شهاده واتعلم، لا مش عارف ان انا ما فيش مرحب بالشهاده. الفرحان كله ان انا اقرا واكتب. نفسي امسك مصحف. يعني انا بزعل ساعات بلاقي واحد ممكن ماسك مصحف وما بقراش. يعني بقعد كده وقت في المسجد تلاقي ناس ماسكه المصحف وانا مش بقراش. نفسي اقرا زي ما بقرا في المصحف. بس بيبدأ ده هدف الواحد مش اكتر ولا اقل. لا كان طمعنا في وظيفه ولا طمعنا في رخص ولا طمعنا في الكلام ده كله خالص. كل ما فيها ان انا ناوي اتعلم بس. وبرضه انا حبيت اتعلم عشان يعني برضه اشوف اولادي هم يتعلموا، اقدر ارجع لهم واقدر اساعدهم برضه اعرف ان هم ماشيين ازاي. يعني انا عندي اصلا كمبيوتر ومش عارفه اصلحه. يعني عايزه اعرف يعني اما بعوز حاجه بطلبها من ابني. فانا عايزه ان انا اعتمد على نفسي لاني ضعيفه شويه في الموضوع الكمبيوتر وكده. ما بعرفش بساله مثلا انت خدت ايه في المدرسه النهارده؟ ما كنتش بعرف. لكن النهارده بقى في الكراسه بتاعته واعرف خد الواجب ايه وحل ايه وايه، وبيضحك عليه او بيذاكر او ما يذاكرش. دي حقيقه يعني مش بضحك والله. فاحنا ما صدقنا والحمد لله جينا وربنا وفقنا واحنا ان شاء الله يعني على الاخر اهوت والحمد لله استفدنا كتير. واحد لما بنزل البلد او اروح اجيب خضار او احاسب في اي حاجه الحمد لله احنا استفدنا والحمد لله وربنا يوفقنا والله ولي التوفيق. نفسي اروح توحيد النور اجيب هديه. انا عايز اروح جنينه الحيوانات. نفسي اروح الأهرامات وأكل هناك لحمة مشوية وحاجات زي كده. أشتري حاجة حلوة، شيبسي، كيكة، عصير. إن أنا أدخل الامتحان بتاع كورس وأنجح فيه. أنا عند حلمة حلمزة حلم مش مش هيبه. انا عندي حلم بس مش هسيبه. انا عندي حلم مش عايز اسيبه. انا عندي حلم.